بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في ذكر الفرق المخالفة في مسألة الإيمان بعد أن ذكر قول الجهمية، وهو أنهم يقولون أن الإيمان هو معرفة القلب دون نطق اللسان ولا عمل الجوارح. وقبل أن نذكر كلامه نوضح أن هذا الاعتقاد لما صار هو قول الأشعري رحمه الله وأفى له في فترات تنقله بين الاعتزال إلى أهل السنة، فنصر قول جهم في الإيمان إلى أن انتقل عنه كما ذكرنا في آخر عمره في رسالة مقالات الإسلاميين والإبان عن أصول الديانة. لكنه في المراحل الأولى في الانتقال من الاعتزال إلى أهل السنة قال بأن الإيمان هو المعرفة، فانتقلت هذه المقالة إلى كثير من أتباعه. فللأسف أن هذا هو المنصور عند المتكلمين منهم، ولذا تبنى هذا القول نصا طوائف من المتأخرين من الأشاعرة ممن دنا بعقيدتهم واتبع طريقتهم، وكان هو عمدة الرد على عند كثير منهم على بعض الاتجاهات المنحرفة في قضايا التكفير في وقتنا المعاصر. يعني نحب أن نشير إلى بعض الكتب التي قد تكون قد انتشرت. في كتاب هذا بيان للناس كان طبع للرد على فكر جماعات التكفير والجماعة الإسلامية وغيرها من الفرق أو من الجماعات التي ارتكبت بعض الأحداث منذ سنوات، فكان للأسف الشديد عمدة الرد عليهم من هذا الكتاب، وزع على أئمة المساجد أعضاء وزارة الأوقاف وبشراكة مع الأزهر. كان عمدة الرد على هذا الفكر أن الإيمان هو المعرفة والعياذ بالله، فردوا المنكر بما هو أشد منه نكارة. إذا كان قول الخوارج الذي تبنته جماعات التكفير قولا منكرا ويؤدي إلى تكفير عصاة المسلمين، إلا أن الرد عليه بأن الإيمان هو المعرفة ولا يلزم العمل ولا القول قول أنكر منه وأكثر هدما للدين وأكثر خطرا عليه، إذ هو يجعل يعني التحلل من الدين أصلا يسير عليه من أراد، وكذلك هو يدخل طوائف من الكفار في الإسلام، فليجعل كل الطوائف التي تقر بوجود الله سبحانه وتعالى مؤمنة، وهذا كله من الكفر إذا التزمه صاحبه. الأشعري حين قال هذا القول لم يلتزم لوازم القول، بل التزم أن إبليس زال من قلبه المعرفة عندما كفر بالله عز وجل، وهذا تناقض. طبعا نؤكد أن لازم القول ليس بقول، يعني ممكن الإنسان يلزم من قوله باطل وهو لا يقره، ولكنه يغفل أن هذا لازم قوله، أو يلتزم التناقض أو لا يستطيع الرد ويغفل أن هذا يناقض قوله في الحقيقة. بمعنى أن قوله أن إبليس زال من قلبه المعرفة بوجود الله منقوض صراحة بقوله سبحانه وتعالى عن إبليس، قال ربي فأنظرني إلى من بعثه، فبعد كفره ما زال يعرف إيه؟ ربه عز وجل، ما زال يعرف بوجود الله سبحانه وتعالى ويقر بأن الله هو الذي ينظر وأن الله عز وجل الذي يبعث الناس ويقيمه ويحييهم بعد موتهم. ومع ذلك فهو التزم فعلا بأن التزم هذا التناقض، هذا مناقض للأدلة الصريحة الواضحة بل النص، وهو أن إبليس ظل يعرف ربه، التزم التناقض مع أدلة أن فرعون
كان يعلم أن موسى مرسل من عند الله، فهو متضمن بالأولى أن هذا مقر بوجود الله في نفسه، لكنه لم يلتزم أن من أقر بوجود الله وكذب الرسل مثلا فهو مؤمن نجم عند الله، بل قال الكفار دول من يهود ونصارى ومشركين لا يعرفون ولا يقرون بوجود الله، فهذا تناقض بلا شك وقول باطل. فالخطر العظيم من هذا المذهب هو أن يجعل أهل الكفر ملة واحدة مع أهل الإسلام، وهذا كما ذكرنا كفر ناكل عن الملة بلا شك. وكذا الإباحية من المرجئة والجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة أو حتى هو القول والمعرفة مع عدم التزام الشرائع وردها والعياذ بالله، وأن يقول أن الواجب عليه فقط أن يقول أو يعتقد أن الله أوجب كذا وحرم كذا لكن لا يلزمه العمل، الإباحية من هؤلاء كفار أيضا والعياذ بالله، وهم الذين كفرهم السلف. وذكرنا أن هذا من أعظم المذاهب خطرا على المسلمين وعلى دعوة الحق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام التي بنيت على أن الإيمان قول وعمل، ودعا الناس إلى أن يعملوا كما أن يقولوا، لا أن يقولوا فقط أو يعتقدوا فقط، ليس الإيمان مسألة نظرية. من الكتب التي يعني يرجو البعض أن تحيا بعد أن ماتت في هذا المقام في هذه المسألة، مسألة الإيمان هو المعرفة، كتاب الدين الخالص للسبكي مؤسس الجمعية الشرعية، وهو جمع تناقضات في هذا الكتاب متعددة، وهو في الحقيقة كتاب أهمل يعني كثيرا، لكن في أجل أن بعض يعني الناس ربما حاولوا إحياءه مرة ثانية بفرض تدريسه في بعض المعاهد. الغرض المقصود من هذا الكتاب متضمن لهذه المسألة أيضا، وهو أن الإيمان هو المعرفة وأنه لا يلزم النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى قول المرجئة الأغلب وهو أنه يلزم النطق باللسان، قال لا يلزم النطق، وإنما إذا يعني هذا أمر من الواجبات إذا طلب من الإنسان، أما الكافر فإذا اعتقد بقلبه صحة الإسلام ولم ينطق بذلك فإنه يكون مؤمنا، وهذا من الضلالات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال أخرج النار من قال لا إله إلا الله، وقال فإذا أراد الله أن يخرج النار من أراد ممن يقول لا إله إلا الله. ففي أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة النطق بالشهادة ركن من أركان الإيمان، لا يخرج من النار إلا من كان يقولها، إلا ما استثني من أن الأخرس مثلا إذا عجز عنها أو من عجلته المنية فهو في حالة العجز عن أن ينطق، أما أن يكون قادرا على النطق بلا إله إلا الله ولا ينطق فلا نزاع بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في كفر هذا الشخص ظاهرا وباطنا، ولزوم العمل كذلك، وأنه من الإيمان العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، أما عمل القلب فركن كما بينا، وعمل الجوارح فيه يعني قدر قد قال بعض العلماء أنه ركن وهو الأركان الأربعة، والجمهور على أنه من واجبات الإيمان، من الإيمان الواجب. فأحببنا أن ننبه على يعني هذه الكتب التي تضمنت هذا الاعتقاد الفاسد، وهو اعتقاد جهم، وبالإضافة إلى ذلك بعض الكتاب المعاصرين المنتسبين انهم كتاب اسلاميين واتجاه التنويري كما يقولون، وبعضهم يعني يكتب ملتزما يعني والعياذ بالله العقائد الكفريه في تصويب ملل الكفار، وهو اظنه من جهله لا يدري ما عقيده الجهم ولا هو قول المرجئه ولا يعرف شيئا عن ذلك، وانما هو حصر نفسه للاسف في جمله يعني الكتاب الاسلاميين، وربما افتى بالفتاوى الباطلة ووقع عليها كأنه مفتي أو مفكر، نسأل الله العافية من هذا البلاء.
لكنه ينصر هذا القول أيضا، وهو يقول في كتاباته أن المؤمنين في اصطلاح القرآن ليسوا أتباع دين خاص، ولكنهم المؤمنون بالإله الواحد. المؤمنون في اصطلاح القرآن ليسوا أتباع دين خاص. هذا الكلام كلام فظيع جدا، وكلام يدل على فساد اعتقاد قائله. الأستاذ سامي هويدي له مقالات متعددة في هذا الكلام، نسأل الله أن يهديه سواد سبيله. الغرض المقصود أن عقيدة جهم هذه عقيدة خطيرة للغاية، ومع ذلك ومع تناقضها الفظيع مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها وجدت من يروج لها ومن ينصرها والعياذ بالله. وكما هو واضح أن عقيدة جهم هي أن الإيمان هو المعرفة، وليست كما يقول أيضا في اتجاه المعاصر ممن بعض اتجاهات المعاصرة ممن يحاول اتهام غيره دائما ورميه بما ليس فيه. يقول يعني بعض الكتاب المعاصرون أن من يقول أن الإيمان هو من الإيمان، أن العمل من الإيمان لكنه ليس ركنا فيه، ليس ركنا فيه بمعنى أن الإيمان لا يزول بزواله، فإنه يكون قد قال بقول ده. وهذا من أعجب ما ينقل، يعني يقول أن من يقول بهذا القول هو قول غلاة المرجئة والجهمية القدامى، إذا قال أن الإيمان من واجبات، أن العمل من واجبات الإيمان وليس من أركانه. وهذا الكلام يعني لولا أن صدوره من بعض الأفاضل لكنه والمنتسبين إلى المنهج السلفي لما بيناه أصلا، ولكن لأجل انتشار الكتب وطبعها يعني فهذا لا وجب التحذير منه. يعني في كتاب البرهان على أن تارك العمل فقد لأصل الإيمان للشيخ عبد الرحمن بالصدق، ذكر أن هذا قول جهل، مع أنه قول جمهور أهل السنة. قول جهم معلوم، قول جهم ليس هو أن العمل من الإيمان. جهم يقول أن الإيمان هو المعرفة فقط، وأما من يقول العمل من الإيمان وهو واجب من واجباته وليس ركن من أركانه فهذا قول جمهور أهل السنة. ولذلك أحببنا أن ننبه على الخلط الشديد في هذا الكتاب، فهو مش عبد الرحمن خالق له أياديه البيضاء وكتبه القيمة في الدعوة السلفية، إلا أن هذا الكتاب كان فيه انحراف شديد جدا. قال المصنف رحمه الله: وقالت المرجئة والكرامية: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. الحقيقة أنه ينبغي أن يقال وقالت الكرامية من المرجئة، وإلا فالمرجئة إذا أطلق القول فيهم فهم الذين يقولون أن الإيمان قول القلب ونطق اللسان، اعتقاد القلب ونطق اللسان. الكرامية من فرقهم، لكنها فرقة خاصة هي التي تقول أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، والتزموا الباطل الفظيع، وهو أنه يكون المنافقون مؤمنين في النار والعياذ بالله. قالوا أن المنافقين مؤمنون، أن المنافقون مؤمنين وأنهم يخلدون في النار والعياذ بالله، وهذا من أبطل البصر، لا يدخل الجنة نفسه هنا ولا يبقى في النار أحد مؤمن، والأدلة على ذلك كثيرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكنهم التزموا ذلك. أما لو التزموا القول الآخر وهو أن المنافقين مؤمنين ناجين دون عقد القلب فهذا كفر ناقل عن الملة. لو إن في واحد قال إن الإنسان ينجو عند الله بأن يقول بلسانه ولو كان بقلبه مكذبا ولو كان مبغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نطق بلسانه لا إله إلا الله فإنه ينجو في الدنيا والآخرة، فهذا لا يقوله مسلم. كما ذكرت الكرامية يقولون أن الإيمان هو نطق اللسان ولا يلزم اعتقاد القلب،
وقالوا أن المنافقين مؤمنون مخلدون في النار، وهذا هو الضلال بلا شك. هذا والتزموا هذا الضلال البين. فلذلك أما من التزم منهم أو من قال منهم بأن المنافقين مؤمنين وناجين عند الله فهذا إيه؟ كفر ونعوذ بالله. فالقرآن يرد عليهم صراحة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهذا قول ناقض صريح القرآن فعلا. الكرامية ابن تيمية رحمه الله ذكر قولهم قال: وما أحسب أحدا منهم يقول لأن المنافقين ناجين عند الله لأنهم مؤمنون ناجين، قال لا يحسب أن أحدا منهم يقول ذلك، طبعا لوضوح هذا القول الباطل، وأن نص القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللي قال عليهم اللي قال مؤمنون ناجون يبقى خارج من الملة، مبتدع ضار، وهو قول كفر. والقول ده قول كفر، ولكن بعد إقامة الحجة لابد من بيان الأمر ده، لأن نص القرآن زي ما قلنا ربنا أخبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، نص القرآن وما هم بمؤمنين. إذا الناس بتقول إحنا مؤمنين وهم ربنا أخبر إن هم ليسوا إيه؟ مؤمنين. هو الشبهة طبعا اللي هي في أحكام الظاهر، ومعلوم إن أحكام الظاهر نحن في قضايا الإيمان لابد أن نفصل بين المسألتين، هي دي من ضمن مسائل الإيمان وقضايا الإيمان، لكن لابد أن نفصل. أحكام الظاهر مبنية على نطق اللسان وإظهار الإسلام، ما لم ينقض ذلك بقول أو اعتقاد كفري ينطق به أو عمل كفري لا يحسن تبعينا إلا الكفر. بمعنى أن ثبت له النطق باللسان نحن لا نبحث عنه. بمعنى ماذا؟ لو أن رجلا كان عليه عتق رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة، هندور عليه إزاي رقبة مؤمنة دي؟ هندور على عقد القلب ولا على أعمال الجوارح ونطق اللسان؟ الاصل في ذلك انه اذا نطق قال من قال اين الله؟ قال في السماء. قال ومن انا؟ قال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنه، اما ما في باطنها فلا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر من كما يقول ثمر خان شهد لها بالايمان، لان هذا هو الاحكام الظاهره المبنيه عليها احكام الظاهر، والا فهناك من المنافقين من لم يعلمهم النبي عليه الصلاه والسلام. قال عز وجل: وممن حولكم الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا في ناس منافقين ما يعلمهمش النبي عليه الصلاة والسلام وهم من المنافقين المخلدين في النار. قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالمنافقون على قول الكرامية يلزم أن يكونوا مؤمنين، زي ما قلنا أحكام الظاهر شيء واللي احنا بنتكلم فيه مسألة ثانية مسألة أخرى. ولذلك ما يجيش واحد مثلا يقول أنا لست من المؤمنين يقوم يقول لهم يقولوا قوم صلي يا أيها أو صوم رمضان، يقول لهم ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وأنا مش مؤمن يبقى أنا إيه؟ مش هلزمني. ما فيش واحد يقول كده. أحكام الظاهر لمجرد إعلانه التزام الإسلام يلزمه أحكام الظاهر. لما يقول مثلا أن الزكاة لا تحل لكافر، فإحنا دلوقتي واحد دفع الزكاة لواحد كان يظهر الإسلام منافق ما نعرفوش، ما نعرفش عنه النفاق، وبعدين ظهر منه بعد ذلك أمر النفاق أو ارتد عن الإسلام في الحقيقة، وهو قال أنا كنت على الاعتقاد ده من زمان أوي، ماشي كده؟ الأمر ده حكمه إيه؟ الزكاة اللي طلعت دي صح خلاص، احنا حكمنا عليه في احكام الظاهر بالكفر والردة امتى؟ لما قال انا من زمان وعلى الاعتقاد ده، او لما قال الاعتقاد الكفري ما يلزمناش قبل كده. الراجل اللي كان متجوز المرأة التي ارتدت بعد ذلك لما كان هو وبعد ما ارتدت قالت ده انا كنت بضحك عليكم من زمان، ما هو الراجل ده ولاده دول ايه؟ ولاد شرعيين ولا كان زنا؟ ولاد شرعيين، لان كان العقد كان صحيح ساعتها، ولما ارتدت عن الاسلام هنا فسخ الايه؟ النكاح العقد. اما قبل كده فكانت في احكام الظاهر ايه؟ مؤمنه. ولا تنكحوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم، مقصود بها ايه؟ المسلمة ظاهرا، المسلمة ظاهرا، والا فمين اللي هيعرف ما في باطن الامور؟ جه واحد جاب امرأة اسلمت في الظاهر وبعدين بيقول اتزوجها ولا ما اتزوجهاش، نقول له ايه؟
تزوجها ولا تنكحوا المشركات في الظاهر. انا هي مشركة في الباطن اذا كانت هي منافقة فعلا، لكن ليس لها دخل بايه بذلك احكام الظاهر. هي دي شبهة المرجئة، ولكن هم لم يفرقوا دائما اهل البدع بياخذوا جزء من الادلة وتركوا جزء اخر. فهم اخذوا الجزء المتعلق باحكام الظاهر اللي هم الكرامية، وتركوا الجزء المتعلق باحكام الايه الباطن. وادلة كثيرة جدا في ابطال ايمان المنافقين، وان المنافقين ليسوا بمؤمنين، وان اطلق عليهم الايمان باحكام الظاهر، لكن الايمان ليس فقط في احكام الظاهر، الايمان في احكام الظاهر وفي احكام الباطن وفي احكام الاخره، واحكام الباطن والاخره متلازمان. حقيقه الامر عند الله سبحانه وتعالى في ايمان الناس وكفرهم هو الذي يبنى عليه ثوابهم وعقابهم في الاخره. يقول قالت المرجئه والكرميه، والصح قلنا نقول قالت الكرميه من المرجئه، لان دول طائفه من الايه من المرجئة، وليس كل المرجئة يقولون ذلك. عامة المرجئة لا يقولون دون عقد القلب، عامة المرجئة يقولون الإيمان عقد القلب وإيه؟ ونطق اللسان. إذا أطلقت كلمة المرجئة يبقى نقول فيهم طوائف بقى غلط في الإرجاء أكثر، فمنهم من أخرج قول اللسان زي مين؟ لسه قايلينهم حاجة. مين اللي أخرج قول اللسان من الإيمان؟ قال مش مهم. الزهمية، زهم بن صفوان قال مش مهم ينطق. فضلا ان هو ايه يعمل. فعشان كده قلنا ده غلاء من غلاة المرجئه. يبقى جهم غالي في الايه في الارجاء، عنده غلو في الارجاء، مرجئ واشد من المرجئه كمان. ومنهم الاخرج عقد القلب اللي هم مين؟ الكراميه. ماشي كده. عموم المرجئه ابتداء بيقولوا بايه؟ بان هو قول القلب وقول اللسان، والعمل ليس من الايمان. ماشي كده. ده عموم المرجئه بيقول هذا القول. قال في الرد عليهم يعني فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، وقد قال تعالى فيهم ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله، الى قوله تعالى وتزهق انفسهم وهم كافرون. هذا صريح في كفرهم، والايات الاخرى في خلودهم في النار، بل في الدرك الاسفل منها والعياذ بالله. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وغير ذلك من الآيات. وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط، وكذبهم الله تعالى في دعواهم في غير موضع من القرآن. وقال آخرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان. هم بيخرجوا العمل ببقية المرجئة. عامة المرجئة يقولون التصديق بالجنان اللي هو بالقلب والإقرار باللسان. وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلان ويخرج من الايمان. هو كان الاحتجاج دي اولى من الاحتجاج بحديث جبريل، من حديث جبريل جعلها من الاسلام، يحتج بحديث وفد عبد القيس وهو نص في ايه في هذا الموطن. قال امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، وان تؤدوا خمس مغانيم. فنص على ايه على الاركان، بس يعني لم يذكر فيها حد ان منكم قد فرض. الادله الداله على ان الصلاه من الايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي صلاتكم الى بيت المقدس. صوم رمضان من الايمان، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا صوم رمضان من الايمان، اداء الزكاه من الايمان زي ما قلنا حديث عبد القيس، وسائر العبادات من الايمان، لان الايمان بضع وسبعون شعبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلاها لا إله إلا الله في الرواية، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر عمل ظاهر وعمل إيه باطن. الحياء ده صفة خلقية في الإنسان، يستحي الإنسان، والعمل الظاهر هو إماطة الأمر، وجعله من الإيمان بالنص. هذا القول. يبقى أن هناك طائفة من المرجئة ومرجئة الفقهاء الذين قالوا العمل ليس من الإيمان ولكنه من لوازمه وثمراته، وهذا الخلاف معهم قريب من الخلاف اللفظي، بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه خلاف لفظي. لكن الحقيقة طبعا أن هناك فرق بين هذا يعني بينهم وبين جمهور أهل السنة. الذي جعل الخلاف قريبا من الخلاف اللفظي التزامهم، ما التزمه أهل السنة من أن عصاة الموحدين في خطر المشيئة، وأن منهم من يعذب في النار ويخرج منها ولا يخلد فيها.
يعني هم التزموا ان عصاة الموحدين اللي عملوا الاعمال المنكرة او تركوا الاعمال الواجبة معرضون للايه؟ للعذاب، وان منهم فعلا من يدخل النار. ده مما انقلب هذا القول في الكتاب امام الطحاوي رحمه الله وغفر له في كتاب العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية نص فيها ان الايمان عقد بالجنان ونطق باللسان، ولم يتعرض لذكر الايه؟ العمل. لكن لما ذكر مآل العطاء ذكر انهم لا يأمنون، ولا انهم يعني لا 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 يقولون لا يضر مع الايمان ايه؟ ذنب. عندهم يضر مع الايمان الذنوب، مرجئة الفقهاء، وده اصلا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وغفر له. لا شك ان هذا القول خطأ منكر من قائله، وذلك لان الادلة صريحة في ان العمل من الايه؟ من الايمان. ولكن كما ذكرناهم بالضبط كده طائفة قليلة جدا من اهل السنة، لانهم لم يلتزموا لوازم اهل البدعة. المرجئة قالوا لا يضر مع الايمان معصية، قالوا ان ينطق باللسان ويعتقد بقلبه ناجي عند الله عز وجل ما يدخلش النار ابدا ولو ترك كل الاعمال والعياذ بالله. فهذا اللي هم اتفقوا مع الخوارج، المرجئة والخوارج اتفقوا على ان من دخل النار لم يخرج منها، ولكن الخوارج قالوا اللي مرتكب الكبائر هيخش النار ومش هيخرجوا منها كفار، والمعتزلة قالوا في منزله منزلتين فساق، في منزله منزلتين مخلدين في النار، والمرجئه قالوا لا مش هتخشوها ابدا. وهذا كله ضلال بين لا شك في بطلان. ولكن اخف مذاهب المرجئه هو مرجئه الفقهاء، وفعلا كانت طوائف يعني من اهل العلم والفضل والزهد والعباده قالوا بهذا القول. وكما ذكرنا الخلاف قريب من الخلاف اللفظي لالتزامه انه يدخل النار من عصى الله عز وجل ويعاقب عليها، وان الناس يتفاضلون في ثمرات الايمان، وان قالوا ان الناس في اصله سواء. نص الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه قال والناس في اصله سواء، وده كلام خطا ايضا، وده متسرب الى كل كثير جدا من طوائف المتكلمين من الاشاعره حتى من الشافعيه اللي هم بيتكلموا بان الامام قالوا معامل زي ما قلنا، لان الامام الشافعي نصص على هذه المساله اجماعا، قال ان هو لا يعلم فيها كلام، انه نقلها عن كل السلف اجماع السلف ان الامام قوله ايه وعمل. فالمساله دي مساله لكنها تسربت لان الناس في اصل الايمان وهو التصديق سواء. الصحيح ان الصحيح الذي لا شك فيه ان الناس تفاوتون في التصديق ايضا، درجات التصديق ايه مختلفه وكميه التصديق مختلفه. قد شرحنا هذا من قبل، اللي بيصدق بمساله واحده علمها لا اله الا الله، غير اللي بيصدق بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يصدق بوجوب الصلاه، يصدق بالملائكه بالكتب بالرسل، يصدق عن ذلك تفصيلا غير اللي يصدق اجمالا، وهكذا. فهناك تفاضل في التصديق كما وكيفا، كما من جهه انواع المسائل التي يصدق، عدد المسائل التي يصدق بها. اللي بيعرف كل حاجه من الشرع ويصدق بها اكمل ايمانا ممن لم يعلم ذلك. وكيفية التصديق نفسه، درجات التصديق، هناك من إذا شكك شك، وهناك من عنده وساوس، وهناك من هو أعلى من ذلك لا تأتيه الوساوس، هناك من رأى يعني عين اليقين لا رأى بعينه. فدرجات التصديق نفسها متفاوتة. وقد سأل إبراهيم أعلى الدرجات فقال ربي أرني كيف تخلي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الدرجة في اعلى من مساله احياء الموت، اعلى من ذلك في مسائل متعدده. قال عز وجل افتمارونه على ما يرى، ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى، عندها جنه النار، واذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد راى من ايات ربه الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطي هذه الايه المنزله ليرى عين اليقين، وراى الجنه، وراى النار صلى الله عليه وسلم، وراى جبريل صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، وراى سدرة المنتهى، وراى اشياء عظيمة في السماوات، وراى من غير ما يطلب. وده من ادبه مع الله عز وجل وما رفعه الله عز وجل من المنزلة العظيمة. المقصود ان لا اي نعم جزاك الله خيرا، ان الخلاف اصلا مع مرجئه الفقهاء ايضا اللي هو اللي قلنا قيد رمزي في عمل الجوارح فقط، واما مرجئه الفقهاء ايضا فيقولون بان عمل القلب من الايمان، ان عمل القلب من الحب والخوف والرجاء من الايمان. ولذلك هو موطن الخلاف والمعركه بين اهل السنه وبين المرجئه اللي هم عامه المرجئه اساسا في عمل القلب.
وعمل الجوارح نعم موت الخلاف بين اهل السنه وبين المرجئه بلا شك، لان المرجئه يخرجونه من الايه؟ من الايمان، ويقولون لا يضر مع الايمان معصيه. واما اهل السنه فقول العمل من الايمان ويضر معه المعصيه، اما كونه ليس ركنا من اركان الايمان فهذا كما ذكرنا في جزء متفق عليه لا خلاف فيه، وهو ما عدا الاركان الاربعه الصلاه والصوم والزكاه والحج. والصلاه والزكاه والصوم والحج هناك خلاف بين العلماء، هل هذه اركان ام من الايمان الواجب؟ من الايمان الواجب يجب ان يفعلها كسائر الاعمال الواجبه الاخرى وترك المحرمات الاخرى. هذا امر يختلف فيه العلماء اهل السنه اختلافا سائغا لا يخرج قائل احد القولين عن كونه من اهل السنه، والرجح عند الجمهور انه لا انه من واجبات الايمان، وان من تركها تكاسلا لم يخرج من المله الا ان يموت على كفر اخر. ليس معنى هذا ان ليس هناك من الاعمال ما يكون كفرا، في فرق بين الترك وبين الفعل، لان البعض خلص في المسالتين دول، والبعض جعل ان لا يوجد عمل من اعمال الجوارح يكون كفرا بناء على ان اعمال ليست من اركان الايمان. لا، دي مساله ثانيه. هناك من الاعمال ما يكون كفرا ناقلا عن المله، ولكنه دائما مرتبط بوجود كفر في القلب، ودلاله هذا العمل الظاهر على الكفر دلاله قطعيه لا تحتمل اذا صدرت بغير عارض من عوارض الاهليه. يعني ايه؟ السجود لصنم بنقول اختيارا، لازم نحط ايه؟ والا فلو سجد لصنم اكراها ليس لم يسجد، انما سجد لصنم اختيارا، بمعنى مختار ان يسجد للصنم والعياذ بالله او يذبح له ونحو ذلك. فهذا من الايه؟ من الكفر نقل عن الله، لانه لا يفعل ذلك وفي قلبه ذره من الايمان. ومثل ذلك ان يهين المصحف مثلا، هذا مما لا نزاع فيه حتى عند الحنفيه نفسهم، والحنفيه زي ما قلنا من مرجئه الايه؟ الفقهاء، ده ما فيهوش نزاع، ده اكثر ناس يفصلوا في مسائل الرده القوليه والعمليه اكثر من غيرهم واكثرهم تشددا هم الحنفيه، فقهاء الحنفيه. فمن اهان المصحف مثلا، بل من تكلم بكلام يفهم منه يعني احتمالا ربما، او يعني قد يظهر منه عدم احترام يعني اقوال يعني الاقوال او اركان الاسلام او بينات الدين، فانهم عندهم ربما يكفرون مثلا من لو قال في مجلسه اليهود والنصارى خير من المسلمين لانهم يعطون معلم الصبيان حقوقهم. لو ان واحد كتاب بيعلم العيال القران فما عطوش الايه؟ الاجره بتاعته. فقال اليهود والنصارى احسن من المسلمين عشان بيدوا الاجره بتاعه الناس، يعني نحدد كمان نحدد السبب اللي بيقوله، لكن لان اطلاق الكلام عندهم يكون ايه؟ كفرا والعياذ بالله. واشياء كثيرا من ذلك، يعني الغرض المقصود ان هناك من الافعال ما يكون ايه؟ كفر. واحد داس على المصحف عمدا والعياذ بالله، لا يمكن ان نقول له انت عنده يعني نشوف الاول نساله ده مستحيل ولا مش مستحيل. هذا القول قول باطل بلا شك، بل حقيقته الكفر والعياذ بالله، لانه هيقول ان لو كانش مستحيل يبقى مش كافر. ده هو ده قول غلاة الجامية والعياذ بالله، انه يقول لو كانش مستحيل يعني يدوس على المصحف يقول لا انا مش حاجه انا غلطان. لا، هذا خارج من المله. وكذا في مساله سب الدين او سب الله عز وجل، النطق بالاقوال الكفريه ده ما هوش ان ده، لان ده النطق بالاقوال الكفريه ده ما فيهوش نزاع بين اهل العلم، النطق بالاقوال الكفريه اختيارا، يعني واحد يقول عن نفسه انه كافر مثلا او انه يهودي او نصراني وهو عايز يغيظ واحد، يعني هو عايز يغيظ الملتزم مثلا، فقال له انا يهودي يا سيدي والعياذ بالله، او انا مش مسلم ماليش دماغ دعوه بيا والعياذ بالله. فهذا خارج من المله بلا نزاع بين العلماء، ما حدش ضمن المساله دي فيها فعلا ليس فيها نزاع بين احد من اهل العلم، نطق بالكفر اختيارا. هو صحيح متغاظ من الثاني وعايز يغيظه، لكن يبيع دينه من اجل ان يغيظه والعياذ بالله؟ ده تكلم بما نقض به الشهاده، يتكلم بما ينقض به شهاده لا اله الا الله. في الحقيقه ده ترك لقول اللسان اللي هو نطق الشهاده، لما ينطق ويقول انه خرج من مله الاسلام ف
فقد خرج من ملة الإسلام ونقض شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. أما الأعمال بقى اللي بيعملها اللي هو أن يدوس على المصحف مثلا، هو ممكن واحد يدوس على المصحف وهو مش واخد باله، واحد على سبيل المثال المكتب واقف على المكتب اللمبة باظت مثلا، فطلع إيه يصلح اللمبة والمكتب كان عليه مصحف أو عليه كتاب تفسير، هو مش واخد باله وحكاية دايس عليه، فهذا خطأ أليس كذلك؟ لا يخرج به من الملة. عشان كده قلنا ان هذه الاعمال الظاهره دائما بتكون مرتبطه وداله على وجود اعمال ايه في القلب. عشان كده قلنا يفعلها اختيارا، مثلا يفعل هذا اختيارا، يدوس على المصحف وهو يعلم مثلا انه مصحف، وده اصلا هيعرف بالظاهر ولا مش هيعرف؟ هيعرف بالظاهر بالقرائن، يقول له كتاب ربنا، يروح يقول لكم يقول لهم اهو، ويروح جاي رميه والعياذ بالله، يروح جاي دايس عليه، جاي يقول له كتاب ربنا المصحف، يقول لهم اهو مثلا. يبقى ده ما تقوليش ان هو ايه مش واخد باله منه معانا كده، ولا ان هو يعني هيحتاج الاستحلال عن الاستحلال، ده لا نزاع في هذه المساله بين احد من اهل العلم. اكتبوها حتى ولو كان مزحا. في ناس تمزح بالكفر فتكفر والعياذ بالله. ربنا قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره، فما فيش كفر ثاني الا من اكره. وزي ما قلنا ان هو لو ان في عرض من عرض الاهليه الاخرى زي على سبيل المثال الخطا، النسيان، الجهل، الجهل بايه؟ بان ده ليس من الدين، يجهل ان هذا من الدين، مش منش يجهل العاقبه بان الذنب ده كبير جدا للدرجه دي زي سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يفتكر دي صغيره من الصغائر، زي ما واحد يفتكر اليهود فاكرين ان الكفر نفسه صغيره من الصغائر. مش قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودات؟ هم فاكرين الكفر بالله والشرك به عز وجل ايه؟ حاجه بسيطه والعياذ بالله. فده مش هو ده العذر عند الله عز وجل. الجهل اللي احنا نقصد به ان هو به صاحبه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، واحد ما بلغوش الحق، ما يعرفش ده من الدين، ما يعرفش ان ربنا نهى عن ده، لكن ما فيش صاحب مله من الملل يمكن ان يتصور ان يجهل ان سب الهه تنهى عنه ملته. هو في حد يعني اللي بيعبد البقره هنقول ده ممكن يكون مش عارف ان سب البقره وقف عنده في المله بتاعته؟ ده ما فيش كلمه اله لا تتصور. عشان كده في واحد يقول لي هو يعظم بالجهل ويعظم بالجهل في سب الله عز وجل، هو ايه الجهل المتصور في ذلك؟ واحد بيقول لا اله الا الله وبعدين يشتمه، يبقى هو يمكن ان يتصور ان الشتيمه لا تنافي الالوهيه والتعظيم؟ ده اكثر من المشركين عمل في الاوثان، المشركين بيشتموا ربنا سبحانه وتعالى، ده كانوا بيقولوا ان له شركاء لكن ان هم يشتموا ربنا والعياذ بالله. هذا امر لا يتصور الجهل به اصلا، لان الجهل اللي احنا قصدنا عليه جهل الناس عن عدم البلاغ، وده مش متصور لان بلغته لا اله الا الله. لكن الجهل المتصور في الراجل ده انه جاهل بمدى خطورة الذنب اللي عمله، ده زي جهل فرعون وجهل ابي جهل وجهل ابليس، ما كل دول جهلة، جاهلين ان هما ايه اللي هيحصل لهم بعد كده وايه العقوبة الهائلة اللي هتحصل لهم، فده مش عذر عند الله عز وجل ابدا. كل من عصى الله فهو جاهل، كل من كفر فهو جاهل، ولكن اكثرهم يجهلون، ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون. ما في ايات كتيرة جدا في ان الكفر لا يعلمون والمنافقين لا يعلمون، ما لا يعلم يعني لا يعلم حقيقة الأمر وحقيقة عاقبة الكفر الذي يأتي به والعياذ بالله. اكتبوا الأسئلة، حد عايز اكتبوها بدل ما هنخرج منه الكلام. قال وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم في وفود العرب السائلين عشان والإيمان. الحقيقة المسألة الجزء ده من يعني معلش الشيخ رحمه الله نقل نقولات يعني مهمة كثيرة جدا فيها يعني تحتاج إلى نظر. عقيدة الخوارج أن الأعمال الواجبة، هو طبعا أن الأعمال كلها من الإيمان ده أمر قول أهل السنة، ومش هي دي القضية. القضية الأساسية أن الخوارج يقولون بأن جميع الواجبات وترك جميع المحرمات من أركان الإيمان. فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات من اركان الايمان، وبالتالي فاذا ارتكب كبيره من الكبائر خرج من المله، واذا ترك واجبا من الواجبات خرج من المله. وعامه الخوارج او كثير منهم يقولون اي معصيه من المعاصي كبيره كانت او صغيره، هو ما يحسبوش اصلا الصغائر ولا ايه؟
ولا كده ولا عياذ بالله. فمش ان هم يقولون ان الايمان والطاعة باسرها فرضا او نفلا, وده قول اهل السنة الذين يقولون ان ذلك كله من الايه, ولكن في اركان وفي واجبات وفي مستحبات, في ايمان اصل الايمان وفي الايمان الكامل الواجب وفي الايمان الكامل اللي مستحب. شجرة لها اصل وجذع وجذور ولها فروع ولها ثمار كلها من ضمن الايه الشجرة. ممكن بعض الاوراق تسقط والشجرة فيه شجر شجر كبير ومليان ومغطي جامد, في شجر ايه اصغر منه, وممكن الفروع كلها تتكسر بس الاصل يفضل باقي, وممكن الاصل يقطع, يبقى زال الايمان بالكلية. امتى يزول الايمان؟ بزوال ايه اصله اللي هو الايمان الركني, ماشي كده. وفي ايمان واجب اذا الفروع اتكسرت مش هتنبت الثمار, ماشي كده. وفي ما يعني ايه ما اعلى ان الثمار تبقى كتير, ان الثمار ما تبقاش بس الواجبات, تبقى فعلا ايه المستحبات. الفرق بين الخوارج وما فقه من المعتزلة وبين اهل السنة في عدهم ان الواجبات وترك المحرمات كله من اركان الايمان, بمعنى يزول الايمان بزوال اذا ارتكب معصية او اذا ترك واجبا, والعياذ بالله. وده طبعا يقول هذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب السائلين عن الاسلام والايمان, وكل ما يقول له السائل في فريضة من هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع شيئا. حقيقة ان هذا ليس برد على الخوارج, وليس هذا هو موطن المنازعة. ان الرسول قسم الى فرائض ونوافل ده مفوش, ده مش هو ده اللي يرد على الخوارج. اللي يرد على الخوارج احاديث خروج عصاة الموحدين من النار, احاديث قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرد على الخوارج مبناه اساسا على اثبات خروج عصاة الموحدين من النار, وعلى ان من الايمان ما يولد في القلب رغم وجود المعاصي, وانه يمكن ان يكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. والادله بتاعت اقامة الحدود على اصحابها من ضمن ادلة الرد على الخوارج, يعني لانه عملهم معاملة غير معاملة الايه الكفار. من ضمن الادلة في ذلك فعل حاطب بن ابي بلتعة, قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم, وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. فكانت معصية التجسس كبيرة من الكبائر, وموالاة الكفار محرمة ولكن ليست كفرا, وجدت مع اصل الايمان الذي عنده, ولاجل الفضل العظيم الذي سبق له من الله بشهود بدرا وغفرت له هذه الكبيرة من الايه من الكبائر. فيمكن ان يوجد اصل الايمان مع وجود المعاصي والكبائر والاصرار عليها. ولذلك بنقول ده قول الخوارج اصلا, والا فما في, لان بعض الناس بعض الافاضل المعاصرين ايضا المساله دي نسال الله ان يعافينا من الوقوع في الزلل فيها, بعض الافاضل المعاصرين يخلط بين مسائل الاستحلال وبين مسائل الاصرار. والحقيقه ان الخوارج والمعتزله لا ينازعون في ان من لم يصر على المعصيه ليس بكافر, لانهم يقولون قد دخل في الاسلام والايمان مره ثانيه. واحد ارتكب الكبيره وتاب الى الله عز وجل اللي هو لم يصر, هم يقولون خرج من الكفر ودخل في الايه في الاسلام. وذلك تلاقي الواحد ممكن يدخل في الاسلام عده مرات. كان في واحد بتاع تكفير كان يعني في الحبس مره والميه مقطوعه, وكل شويه يخش يغتسل ويطلع يغتسل ويطلع كل في اليوم 7-8 مرات لغايه ما نزل ابوه بعد خلصتهم الميه. ليه؟ كل مره كفر نفسه, كل ما يعمل معصيه ايه يبقى كفر ويخش في الاسلام تاني ويخش يغتسل لغايه ما خلص لهم الميه. نسال الله العافيه. فهذا بس هو ده الخوارج يقولون لازم هو ان يتوب الى الله يخش في الايه في الاسلام مره ثانيه او يخش في الايمان مره ثانيه. اذا هو ما بيقولوش بان ان 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 الكافر هو من ارتكب كبيره بقى ده المصر عليها. ولذلك تجد الرد على الاثنين في سياق واحد, الاصرار, لان الاصل في قولهم هو ده قول الخوارج, المصر على الكبيره كافر او مصر على المعصيه كافر, ده قول الايه الخوارج اصلا. هم بيقولوا اللي مش مصر خلاص هيتوب ويخش في الاسلام مره ثانيه, والعياذ بالله. لكن الحقيقه ان الاصرار وهو ترك التوبه, في فرق بين الاستحلال والاباء والاصرار وبين التكرار. دي كلها يعني امور اولا في بعضها الفاظ شرعيه وردت في الكتاب والسنه كما قال عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, وبعضها استعملها العلماء باستفاضه زي لفظ الاستحلال مثلا. فالاصرار معناه ترك التوبه,
لم يصر على ما يفعل، بمعنى انه يتوب كلما اذنب ولو تكرر منه الذنب. التكرار معناه يفعل الذنب وربما يتوب وربما يتوب، تكرر منه الذنب يفعل الذنب ويعاوده. ممكن يتخلل ذلك توبه، ممكن ما يتخللوش توبه. فاذا لم يتخلله توبه فهو مصر، واذا تخللته توبه فهو يتكرر منه الذنب وكلما اذنب تاب الى الله عز وجل. والمصر مش لازم يتكرر منه الذنب، المصر بيعمل الذنب وناوي يعمله تاني، عازم ان يعود ولو لم يقدر عليه الان، لكن لو تسويت له اسبابه دلوقتي سوف يفعله. واحد بيمشي مع واحده بيحب واحده وزنى بها، وهو دلوقتي مره واحده بس ناوي اول ما تجيله فرصه تانيه يفعل ذلك، يبقى ده ايه؟ ده مصر على اللي فات ولسه، وده ذنب جديد بالاضافه الى ذنب الايه؟ الزنا. كون واحد اذنب وعمل الذنب ده، نظر الى معصيه، يمارس العادات السريه، زنى، ارتكب كبيرة من الكبائر او صغيرة من الصغائر، وتاب الى الله عز وجل، وبعدين الشيطان يغلبه مرة تانية. ده ليس بمصر اثناء توبته، ولكن لما بيرجع ويعمل الذنب يبقى ارتكب ذنب جديد، لابد ان يتوب الى الله عز وجل. ده تكرار، وده ممكن يكون موجود مع الاصرار، وممكن ما يكون موجود بدون ايه؟ بدون اصرار. الاستحلال معناه انه يعتقد ان هذا الذنب حلال، انه مفيش حاجة. والاباء والرد ان يقول ايوه انا عارف ان ربنا امر بكده وحرم كده بس ما يلزمناش، والعياذ بالله. لم اكن لافعل، لم اكن لاسجد، ايوه انا عارف ان ده امر ولكن انا حر، اللي عايز يعمل يعمل. والعياذ بالله. ابليس هو اللي عنده ايه؟ اداء ورد. قال وذهب الجبائي، العلاف والجبائي كلاهما من المعتزله، ذهب الجبائي واكثر المعتزله البصريه الى انه الطاعات المفروضه من الافعال والسلوك دون النوافل. يقول وهذا ايضا يدخل المنافقين في الايمان، وده عجيب، لان من ضمن الطاعات الاعمال الواجبه، والخوارج والمعتزله ما بيقولوش اعمال القلوب خارجه عن الايمان، مش كده؟ يعني مش ده الرد عليهم. ادخال المنافقين في الايمان مش لان هم قالوا الطاعات المفروضه، المنافقين يؤدون الطاعات الايه؟ المفروضه، وربما فرضا وايه؟ ونفلا. ولكن الرد على الخوارج على المعتزله زي ما قلنا في ان هم جعلوا كل هذه الافعال حتى لو كانت الواجبات بس دون الايه؟ النوافل. ده خطا منهم، لان النوافل داخله في ايه؟ في الايمان. يعني قيام رمضان ده من الايمان ولا لا؟ زي ما الامام البخاري بوز باب قيام رمضان من الايمان، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام ليله القدر ده من النوافل ولا لا؟ نوافل وهو من الايمان. لكن المشكله في ان يعد هذا يزول الايمان بزواله. ولذلك الرد على الزباء وقت المعتزله ايضا هو نفس الرد على بقيه خارج المعتزله. قال وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد. ده بقيه المعتزله. الفرق بين هذا وبين قول السلف ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحه، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. الكلام ده فيه اطلاق شويه، لابد من يفصل. السلف جعلوا اعمال القلوب كلها شرطا في الصحه، واختلفوا في الاركان الاربعه، واتفقوا على غير ذلك انه ليس من ايه؟ ليس شرطا في الصحه. قال عمر بن عبد العزيز فيها في الاعمال: من استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان، والمعتزله جعلوها كلها شرطا في الصحه، والله اعلم. هذا الكلام زي ما قلنا لابد فيه من التفصيل، ما ينفعش نقول كثيرا منها كده وخلاص، لا، لابد من التفصيل. تفصيل اعمال القلوب كل منها شرط في الايمان في اصله. زواله بالكليه يؤدي الى زوال الايمان بالكليه، نقصه يؤدي الى نقص الايمان الواجب، كماله يبقى كمال الايمان الواجب والمستحب المستحب. ونقول اعمال الجوارح قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، والخلاف فيه خلاف سائغ لا يخرج قائله عن اهل السنه. وان رجحنا القول بعدم التكفير فده مش اثبات ان في اجماع عند اهل السنه في المساله. المساله فيها نزاع مشهور لا يخرج قائله عن السنه. الخلاف المشهور جدا في الصلاه وضعيف في الصيام والزكاه والحج، اقلها يعني خلافا واكثرها ضعفا. ان الخلاف فيها ضعيف جدا، اللي هو ان يقول بترك الحج ايه، حتى لا اعلم احد الا يقول به ان ترك الحج الا من قال انه نوى الا يحج ابدا، وده
في شبهة الإباء والإعراب. الله أقول قولي هذا وأستغفر الله. من يحضر القسيس ويقبله ويهنئه بعيده ويقول عن النصارى مؤمنين وإخوة للمسلمين، هي القضية في الأخرانية دي، القضية كلها في الأخرانية وليست في إيه؟ في مجرد التقبيل. والتهنئة بالعيد نتيجة الجهل أو التزام عدم التزام اللوازم في اهتمام. يقول إذا أنا مكفره فهل أنا مرجئ؟ لا، ليس كذلك. الذي لا يكفره لا يكفره لأجل احتمال عوارض إيه؟ الجهل أو التأويل أو الإكراه أو نحو ذلك. على الكلمة الأخيرة وهو أن يقول أنه مؤمنين، والذي يكفره يقول أن هذا قد قامت عليه الحجة مثلا إذا ثبت لديه ذلك. هل كلمة لابد أن أقتنع بكذا إذا قلت لإنسان يلزمك فعل هذا الشيء وقال لابد أن أقتنع، هل يكفر هذا القول؟ صح هذا القول أنه يشوف الشيء ده إيه؟ الشيء ده معلوم مدين بالضرورة؟ يعني لو واحد قال أنا مش طايم إلا لما اقتنع بأن السلام ده صح، عشان أنا مش مقتنع إيه السلام اللي بيعملوه ده؟ ما مش طايف بالبيت ولا رايح لعرفة إلا لما اقتنع، يبقى ده مش مؤمن مش مسلم، مش كده؟ يبقى كافر بهذا القول. الحجاب للمرأة ينظر في المجتمع اللي فيه. لو في مجتمع على سبيل المثال زي مثلا بلاد الكفر اللي مليانة كفر أو بلاد اللي كانت شيوعية وإن الناس طلعوا فيها ما يعرفوش من الإسلام ربما إلا كلمة لا إله إلا الله، يبقى لابد إن أنا أقيم عليهم الحجة الأول. في مجتمعاتنا دلوقتي الحجاب طبعا كالحجاب مش النقاب، طبعا الحجاب جملة حتى بأنواعه البريونية بقى، لكن تفتكر أي مكان، لكن لو حد أنكره بالكلية لا يكون مؤمنا لا يكون مسلما. الأخ بيقول إنه بيحفظ الفرق وبينساها، إحنا لولا إنها موجودة في زماننا وكناش قلناها أصلا. ما يلزمك إنك تعرفها بس يلزمك كطالب علم، مش قادر خلاص احفظ عقيدة أهل السنة وخلاص، وده الأصل، وبالتأكيد هتنجو بعقيدة أهل السنة إن شاء الله. يعني معرفة فرق البدع دي عشان الواحد يعرف الناس إن الأقوال دي لها سلف في الضلال، ده أمر فرض كفاية على الأمة، وإنما هذا لطالب العلم القادر على التمييز، وإلا فليس كل أحد إيه يلزمه ذلك. الإنسان لولا بنقول إنها المسائل دي وجد من يقول بها لما فتحناها أصلا. ينقل بعض المشايخ والأفاضل عن ابن عابدين الحنفية بأنه لا يكفر من سب الدين لاحتمال أنه يسب الأخلاق الربية. نعم هذا كلام صحيح إذا كانت كلمة الدين مستعملة في عرف الناس بمعنى الإيه؟ الخلق. أما إذا كانت لا تستعمل عندهم إلا بمعنى الملة فلا يتصور هذا الاحتمال. يعني لما تكون الكلمة مشتركة ما بين معنى بين معنيين، الناس بتقصد بالدين الأخلاق والناس بتقصد بالدين الملة، ماشي كده؟ فإذا احتمل الأمر فعند ذلك نقول إيه؟ صح لا يكفر حتى إيه؟ حتى يستبان أتقصد دين الإسلام؟ فإن قال نعم لا يختلف لا ابن عبدين ولا غير بإجماع المسلمين أنه خارج من الملة، ألا أقصد دين الإسلام؟ وإذا مسلم يقول له ولو كان مسلم راح يكمل الدين كان، والعياذ بالله. إذا هذا لا يكون مسلم. أما لو إن الكلمة مستعملة فهذا الذي نقول به فعلا يحتاج إلى إيه؟ إلى استبيان منه. ولكن أنا أقول أنا أجزم بأن الناس عندنا في زماننا ما يعرفوش كلمة الأخلاق أن الدين بمعنى الخلق، إنهم إنما يستعملون الدين بمعنى الملة، وذلك يغلظ عندهم ذلك جدا. لو واحد قال له أخلاقك وحشة ولو واحد سبله الدين الناس يقول لك ده تبديل الدين، مش كده؟ الفرق عندهم إن أخلاقك وحشة دي ده راجل مؤدب جدا عند الناس. اللي بيقول له أخلاقك سيئة دي أو أخلاقك أخلاق حيوانات مثلا ده راجل بيحاول يلتقي الألفاظ. أما لو قال له دينك هو دين الحيوانات مثلا والعياذ بالله لا شك أن هذا من أعظم الأمور عند الناس. يبقى الناس بتفرغ جد ده الاختلاف فيها اختلاف في الفتوى في الواقع إن الكلمة مستعملة ومش مستعملة. لا الرب عندنا مش معنى رب في ليبيا لما يقولوا دين ربك دين ابوك يعني كما دين ابوه الاسلام برضه هي برضه
تسرع في الكفر والعياذ بالله. وماله؟ لكنه باعه من اجل الغضب، يعني هو كان غائب عن الوعي في ذلك. لو هو غائب عن الوعي لمجنون، يبقى ساعتها معذور لانه غير مكلف. جاي يقول كلمه طلعت كلمه غيرها، فاهمه؟ جاي يقول له يعني انت حبيبي، فقال له انت عدوي. لكن ده هو السياق واضح جدا ان الخناقات دي بيسال فيها سب الدين. ده من اعظم اسباب تهاون الناس لهذه المساله، الفتاوى غير الواقعيه. لان دي لو لا لو هو متعمد انه ينحرف عن لفظ الدين، ده دليل انه مش عايز يسب الدين. لو قال له ديك ابوك مثلا، فده ارتكب محرما بلا شك، وشابه الكفار في او المرتدين في جزء من كلامه. وان كان تعمده انحرافه عن الكلمه يدل انه قاصد ان يتجنب لسب الدين. ما اقدرش اكفر اقول له الرسول نهى عن سب الدين حتى. نعم، يجب عليه الرجوع للاسلام والتوبه والندم، يعرف انه تكلم كلمه يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله من غضب الله، فيتوب الى الله عز وجل ويرجع الى الاسلام. الاغتسال ده مبناه على ان هو طبعا نطق الشهادتين لا شك فيه، ينطق الشهادتين ده لانه ده ركن من اركان الايه؟ الايمان. وسبه لدين نقض الشهادتين فيرجع يكددهم. الاغتسال مبناه على ان هو واجب مطلقا للكافر اذا اسلم، ولا واجب اذا كان الكافر جنوبا. فبنقول ان الراجل اللي ارتد بسبب الدين ده قبل ما لو حصل له جنابه، وده الراجح، اثناء ردته يبقى ده يلزمه الاغتسال. واما اذا لم يعني يكن قد ارتد ولم يكن قد اجنب ورجع عن الرده في تلك اللحظه، فانه على الراجح لا يلزمه والاحتياط ان يغتسل. بس خدوا بالكم الاغتسال مش هو الدخول في الاسلام. الاغتسال حاجه يعني يسلم دلوقتي يقول لك مش لاقيين ميه، طب ما استنى شويه ما تقسمش، لا يسلم دلوقتي فورا، ينطق الشهاده دلوقتي وبعدين يغتسل بعدين. يحبط عمله بس يرجع له تاني لو رجع للاسلام. ده قول الشيخ الاسلامي تيميه في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، بانه وان تاب تنفعه توبته عند الله، واما في احكام الدنيا فيلزم قتله. لا، الراجح عندي لا، بس مساله اجتهاديه. يعني لو في عالم او قاضي او مفتي او حاكم اخذ بهذا القول وقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب الله عز وجل وقال توبته تنفعه فيما بينه وبين الله، فهذا لا ينقض حكمه ولا تلزمه دية ولا يعتبر قتله قتل خطا. لا، ده اجتهاد سائر. بس الاسئله المكتوبه انا قلتها ليه؟ علشان ايه؟ عشان ما الواجب علي اذا سمعت شخصا يسب الدين؟ يدعو الى ان يتوب الى الله ويستغفر ويدخل في الاسلام، تبين خطر هذا الامر. او يقول اكون يهودي، خد بالك اكون يهودي دي لما تكون معلقه غير لما يقول انا يهودي. لما يقول ان لم افعل كذا اكون يهودي، اذا حصل كذا ده هذا الذي ينطبق عليه من حلف على مله من غير الاسلام كريما فهو كما قال. اذا كان فعلا ينوي التعليق يبقى كفر من الان. يعني لو هو قال لو اعطوني 1000 جنيه يهودي، يبقى هو دلوقتي كفر من الان. لكن لو هو يقصد كراهيته لهذا الفعل، وانه لابد يضرب فلان والا يبقى يهودي عشان يلزم نفسه ان هو ايه؟ انه يضربه، فهذا لن يعود تاني لقيس. بس هو في نفسه مش هيبقى يهودي ولا حاجه. معانا كده؟ لازم اعمل كذا، يعني هو يقصد يكره جدا ان يترك هذا الشيء، كما يكره ان يموت على مله اليهود. هذا حرام وكبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم، لكنه لا يقصد التعليق فعليه التوبه الى الله عز وجل من هذا الذنب. لكن لو قصد التعليق فعلا انه فعلا يرتد عن الاسلام لو ان هو حصل الشيء الفلاني، زي واحد لو قال ده لو طلع الحديث ده صحيح في البخاري يبقى انا خلاص هسيب الاسلام. مثلا يبقى وناوي فعلا هسيب الاسلام فعلا لو طلع الحديث في البخاري، يبقى خرجت وخرج من الان. لان اي احتمال ان الانسان يترك الدين في المستقبل والعياذ بالله كتركه في الحال والعياذ بالله. الباب ده باب مهم جدا يتقرا فيه ابواب الرده من كتب الفقه، مع انها مساله عمليه لكنها متعلقه بمسائل الاعتقاد. هل يلزم من سمع الدين الذي يتوب ان يكفره؟ من اعتقد كفره هو كفر. من انا مساله دعوته الى الله عز وجل، هذا الامر الذي يلزم ان امره بتسجيل الشهادتين لانه عشان يدخل في الاسلام.
يقول له انت كافر يعني؟ لا، ما يلزم انه يدخلوا يامروا بدخول الاسلام ويعرفوا مغبه هذا الامر ويبين من سب دينكم. تقول في كتاب دين الله واحد، يقول كاتبه تحت عنوان المستقبل لمن؟ يقول جمال الدين الافغاني سئل ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال انقصوا هذه الايتين على الهرم، هذه الايه على الهرم، وانظروا بعد ذلك. يقول يوضح جمال الدين الافغاني ان الايمان هو الاساس، او قال نحو ذلك. رسم على الزاويه صورتين، مسلمه ونصرانيه تحملان مصحفا وطريقا. هذه مله يعني العالم المطلوبه التي يروج لها، وهي متواتر الملل والاديان. هذه الايه الكريمه، طبعا انا ما اعرفش الكلام ده قاله جمال الدين الافغاني، ما قالوش، كل واحد يتحمل يعني النقل يحتاج الى تثبت يعني، خاصه ان الرجل مات ورحل عن هذه الدنيا. هذه الايه الكريمه انما هي في من امن من اليهود والنصارى، ممن امن بنبيه قبل ذلك كان مؤمنا ولم يكن مشركا، كما ذكرنا من قبل مثلا ان الذين يقولون ان الله هو المسيح مريم قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هم ايه؟ كفار. لان مين المتصور؟ لان هذا مخالف لنصوص التوراه والايه؟ والانجيل. الرب الان رب واحد، الذي يقول ان الله ثالث ثلاثه كافر من زمان، من قبل ما ياتي خبر النبي عليه الصلاه والسلام، لان التوحيد امر معلوم من الدين من 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 دين اليهود والنصارى بالضروره، لان التوراه والانجيل عندهم ايه؟ نصوص قاطعه في ذلك، لذلك دول كفار من الاول، بخلاف مثلا من قال ان المسيح قد صلب قبل نزول القران، وما قتلوه وما صلبوه، كان ممكن واحد يعتقد ذلك ويبقى كافر، لان ده مش متعلق بايه؟ بالوحدانيه. ممكن واقعه وقعت ان هذا النبي قتل ام لم يقتل، لو واحد بلغته الاخبار انه قتل، هذا مش منافي للايمان. يبقى امتى منافي للايمان؟ لما ياتيه خبر من الله عز وجل انه لم يقتل، وبعدين يقول لا ده قتل، لم يصلب، وبعدين يقول ده ايه؟ صلب. لكن امر لا اله الا الله دي كل الرسل جاءت بها، وموجوده لغايه النهارده في الكتب، بعد التبجيل ما زالت موجوده، ودعوه الانبياء معلومه لديهم، وذلك هم كفار قبل ذلك، بالاضافه الى تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الايه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر، المؤمن بالله الموحد الذي التزم ما جاء به الانبياء وعمل صالحا، عمل صالحا يبقى صدق الرسل قطعا، لان العمل الصالح لا يعرف الا من خلال ايه؟ الرسل. ما يجيش واحد يقول الكلام ده في من يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، يكذب القران ويزعم بعد ذلك انه مؤمن. وذلك الطريق النهارده ليس فقط ده احد اسباب الكفر، ان هو كتكذيب للايه؟ للقران، اعتقاد صلب المسيح، بالاضافه الى الكفريات الاخرى اللي هي ان الله ثالث ثلاثه، ان الله المسيح مريم، كل منها يعد ايه؟ كفر. واحد يهودي او نصراني بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به، باجماع المسلمين لا نزاع في ذلك، لانه خارج من انه كافر مخلد في النار. رجل قال ان المسلمين والنصارى اخوه في الانسانيه. طبعا ده نوع من التحريف، بس ده ما يخص من المله، اخوه في الانسانيه يعني كلنا زي ايه؟ واذكر اخا عاد اذا انذر قومه بالاحقاف، لكن اخوه الانسانيه دي لا تعني عصمة دم ولا ماء، ولا تعني احترام ولا حرمه، ولا تعني في انواع من الحرمات، نعم مثلا لا نمثل بجثته اذا مات اذا قتل، لكن اخوه الانسانيه لا تعني اثبات حقوق معينه. ربنا اهلك عاد وهم اخوه ايه؟ هود، واهلك قوم لوط وهم اخوه، واذكر والى مدين اخاهم شعيبا، ها إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط، أخوة، نعم أخوة في القوم. لذلك لو قلنا الأخوة الوطنية والأخوة القومية والأخوة الإنسانية دي أخوة عامة، ثم عامل الوطن أخ في الإنسانية، مش كده؟ البشر كلهم إخوة من جهة أن هم أبناء آدم عليه السلام، لكن لا فضل على ربنا العظيم إلا إيه؟ بالتقوى. يعني إيه التقوى؟ يعني التوحيد أول حاجة، يعني الايمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الايمان بالقران العظيم. ما يبقاش في واحد يقول لك ده مثلا نصراني تقي او يهودي تقي، مثلا بيصلي مثلا في المعبد بتاعه، او بوذي تقي، الراجل ما بيأذيش الناس البوذي ده، وراجل مسالم جدا، وراجل بيحب الخير للناس، والهندوسي التقي. لا يوجد تقوى بغير ايمان، التقوى اصلها الايمان.
وبالتالي بنقول لا فرق بيننا وبينهم في الانسانيه. اه كلنا بشر، لكن في فرق. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ده وضحناه في المره السابقه. من صام رمضان ايمانا، يعني ايمانا بان الله فرض صيامه، وايمانا بان صوم رمضان من الدين، يبتغي ذلك الاجر من الله عز وجل احتسابه. التمثيلات والمسرحيات اللي بنفس دول الكفار وينتق الكفر، الا ارى ان هذا فيه تاويل طبعا، ولا يصح ان يكون ان يكفر بذلك، لان هو متاول التمثيل جائز اصلا، مش متاول انه ما يعرفش ان ده خلاف الدين. لا، ده بيقول ده انا بمثل فكاني قلت ان اليهود بيقولوا كذا، ان فرعون بيقول كذا، ماشي كده؟ فهو كانه يضمر قال كذا قبل التمثيل كله، فبيقول ده كفايه مش لازم اقولها كل مره، حتى بما في ذلك. فهذه فيها تاويل. وهنا في عسل البحر الكلام فيه اشتياق بتاعه، ومن كل واحد ممكن يكتب روايه يقول على لسان الابطال بتاعه هو اللي عايز يقوله، لكن ممكن يقوله رادا له، وهو ده بيتضح من سياق الروايه نفسها، انه بيمدح هذا البطل ويطلعه راجل كويس، وبين ان هو بيطلعه راجل ايه؟ خبيث كافر عايز يتقتل مثلا، ولكن هو طلعها في انهي صوره؟ ما الكلام على كده، ما هو نقل على لسان احد الابطال اللي كان الكفر ده والعياذ بالله، بس طلعه في الاخر انه راجل ايه؟ راجل كويس، عشان كده ان الكلام ده هو متضمن لهذا الكلام. اما نقل الكفر، طب ربنا ذكر اقوال فرعون وابليس وكل الكفره، لكن نقلها ذما لها ولا مديحا لها؟ لو واحد نقل اقوال الكفار مديحا لها في التقنيه يبقى كافر خارج من المله. ولذلك ثم كل الروايات الكفريه اللي الازهر كفر اصحابها كانت مكتوبه على لسنه ناس، هي الروايات الشيطانيه بتاعت سلمان رشدي مش مكتوبه على لسنه ناس؟ هي على فكره اولاد حارتنا بس متغيره الاسماء الشخصيات بس، لكن هي اولاد حارتنا بعينها بنفس الفكره الاساسيه بتاعت اولاد الروايات الشيطانيه، هي بتاعت اولاد ايه؟ اولاد حارتنا. اولاد حارتنا جاب كل الكلام ده وفي الاخر بينسبه للناس اشخاص، فكل الناس فاهمه هو قصده ايه. فالكلام المقصود بتاع الانسان قرائن الاحوال احيانا تصل الى درجه القطع بهذا الايه؟ بهذا القول. طبعا ابن يعني لما يسب مسلم بانه ابن دين حيوان من الحيوانات فهذا خارج من المله. بعض الناس الملتزمين في قريتهم دعوا قسيسا وبعض النصارى قريه على الافطار في رمضان. لما سالت لماذا فعل ذلك قال حتى لبين الحكومه وكل الناس اننا عندما نطبق الشريعه فلنا لا خوف على ما صار في مصر. مثل هذا الكلام كلام باطل، وهو في الحقيقه لن يغير من موقف الحكومه شيئا تجاهه. والله لا يغير شيئا. احنا نقول الحق، احنا الميزان في ذلك عندنا في بيان ما يلزم من احكام الشر، بمعنى ان احنا هنقول للناس ان هؤلاء كفار بس لن نظلمهم، ونبين الشرع امرنا بايه، ولا مانع اذا كانوا ملتزمين بما شرع الله عز وجل من يعني التزام احكام الاسلام وما شرع الله عز وجل في اهل الذمه من دفع الجزيه وغيرها، ان يكونوا يعني لا مانع ان يبروا، ان يقسط اليهم البر والقسط امر غير المحبه والايه؟ والموالاه. نحن عندما نقول انهم كفار ونحو ذلك لا نعني اننا سوف نظلمهم، ولكن ما هو الظلم؟ هو مخالفه شرع الله سبحانه وتعالى فيهم. وهذا في الحقيقه ظلم لهم، والله هذه المخالفات ظلم لهم. تسليتهم بالمؤمنين ظلم لهم، لانهم لم يفكروا في ان يدخلوا في الايه؟ في الاسلام. لانهم مفكرين نفسهم على حق، لما يقول لهم ده انتوا كويسين جدا، ده انتوا خليكم اللي انتوا عليه، طب انت كده ظلمتهم. انت لما تبين له ان انت على خطر الوقوع في النار لانك كافر توشك ان تخلد في النار ابد الابدين اذا مت على ذلك، ده انت كده مشفق عليه في الحقيقه. فانت اللي بيزعموا ان هم عشان ما يظلمهمش وعشان ما بيحبوهم، ده هم اكثر الناس ظلما لهم والعياذ بالله. ظلم للبشريه ان يترك الباطل يعم، ظلم للاجيال القادمه ان يسوى بين الحق وبين الباطل، والناس يتقال لها ان الاسلام زي الكفر والعياذ بالله، هذا ظلم للناس. فالواجب على الناس ان يبين لهم الحق، هم بعد ذلك يعني اثمهم على انفسهم. تفصيل الامر ده سبق في باب الولاء والبراء في الكتاب بتاع فتح المجيد. مش عايزين تدرس فتح المجيد؟ ها؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء دخلوا الجنة ده غير عمل عملوا ولا خير قدموه، ده متفق عليه مرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام، متفق على صحته من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، استغفر الله ورسوله.